مرحبا بكم، محمد يسر يضيف الله، مدير قرية الأطفال أسواس أكودة. في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وقع التنسيق مع المندوبية الجهوية للصحة بسوسة في إطار يوم مفتوح لتلقيح الأطفال المقيمين بالقرية والعاملين بها اللي ما تلقاوش لحد الآن الجرعة الأولى. كذلك وقع استدعاء للعائلات اللي تابعين برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال اللي زاد هو البرنامج الثاني داخل قرية أطفال أسواس أكودة. اليوم تحولت القرية نتاع أطفال أسواس أكودة من قرية إلى مركز تلقيح. إن شاء الله الصغيرات الكل والمقيمين هنا اليوم يتمتعوا بالتلقيح نتاعهم، وهذا باش نحافظوا على الصحة نتاعهم، على صحة العاملين وعلى صحة صغيراتنا اللي مش يرجعوا بينتو للدراسة نتاعهم. عندنا اليوم قرابة 25 طفل اللي أعمارهم يتجاوز من خمسة ما بين 15 سنة و 18 سنة اللي مش يتمتعوا بالتلقيح هذوما المقيمين داخل القرية. كذلك عندنا قرابة 60 طفل اللي كيف كيف في نفس الشريحة العمرية التابعين لبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال، ولهنايا واللي عندنا عدد 75 طفل مش يتمتع بالتلقيح اليوم. كيف كيف عن الموظفين والعاملين والأمهات المقيمين بالقرية اللي مش يكون عددهم قرابة 25 اللي مش يتمتعوا بالجرعة الأولى في التلقيح، وهذايا لأن وصلنا لفترة طوى متاع إجبارية التلقيح. هذاك علاش نحن حثنا وشجعنا الناس كل والعائلات باش يتلقاوا الجرعة الأولى، كيف كيف حفاظنا على صحة متاع صغيراتنا اللي بينتو مش يرجعوا للقرية متاعهم. وإجباري ولاد في المدارس الإعدادية كونوا صغار متاعنا يجب يكون متلقي الجرعة الأولى من التلقيح. Thank you.